انا سمعت كده تشكيل لجان لجرد وثائق ومخطوطات الدار، في نتائج ولا مفيش نتائج؟ بص هذا كلام احيانا الناس تقوله كده من قبيل ايه، تطمين. انت يعني انت هتجرد ايه؟ انت هتعد مثلا 100 مليون ورقه، 100 مليون مستند؟ طب ايه اللي ضمننا ان مفيش حاجه اتسرقت؟ لا يمكن، لا يمكن، اصل مفيش حد انت عارف. في كاميرات الوقت؟ طبعا في كاميرات، في كل وسائل السيستم في دار الوثائق وفي المخطوطات المصريه، والمخطوطات دي عهده ناس، عهده حد، واللي تحته وماضي. طب حضرتك فاكر الصوره دي؟ ده المجمع العلمي. انا اسف انا بزعلك، بس انت كان ليك دور كبير جدا ومهم في نقل هذه الوثائق التي حرقت. انا بس عايز اقول حاجه للحقيقه للتاريخ. يعني انا كنت مسافر، كنت في مؤتمر في الجزائر، وجيت من المؤتمر على المبنى وواقف وبتفرج شايف المشهد ده، وبعدين تاثرت جدا لدرجه ان انا فلقيت واحده سيده من اللي واقفين يتفرجوا جات لي قالت لي انت زعلان ليه؟ هو انتوا علمتوا ولادنا ايه ده؟ لو علمتوا ولادنا في المدرسه هو ايه ده؟ ما كانش ده حصل. دي كلمه مهمه جدا جدا جدا. انتوا علمتوا ولادنا، اصابت كبد الحقيقه. انتوا علمتوا ولادنا هو ايه ده؟ ايه ده؟ لا طبعا ما علمناش، طبعا مسؤولين عشان كده حرقوا. طبعا عشان كده مسؤولين.